اول هسألك هقول لك الكهرباء عامله معاك ايه؟ نعم لا انا النهارده بحتفل بمرور 24 ساعه بدون قطع كهرباء، بس طيب 24 ساعه كامله دم طيب كامله دم. ال في خلال الايام اللي فاتت لما كانت الكهرباء بتقطع، كان في عندك الخسائر كانت متمثله في ايه؟ لا بص يا ريس، بص يا ريس، خسائر كتير قوي. يعني انا اجي من الشغل، انا ساكن في ال 11، انا الكهرباء مقطوعه ما اعرفش اطلع. اوكي اتنيل، انا راجل عجوز وعندي الال، واطلع الدور ال 11 اطلع او اضطر اقعد في حته ثانيه او ما اروحش الشغل او ما اروحش. يعني وزعجت برضه الكهرباء نفس القصه، صعود في الاسانسير والرينج بتاع دعاء الاسانسير يا رب الكهرباء ما تقطع، دي واحده. انا ما بقتش عارف ارتب ميعاد مع اي حد، لا استقبل ضيف ولا اروح لضيف ولا اعمل شغلي حتى. يعني انت عارف ان بيجي تعمل شغل على الكمبيوتر داونلود او ابلود لحاجات طويله شويه، الكهرباء بتخون. ماشي في المصانع الكهرباء بتقف، انا باظ عندي حوالي 5 6 اجهزه كمبيوتر في الشغل بسبب قطع الكهرباء وروحها بشكل غير منتظم. في ناس كتيره في قرايبي اكل باظ في الثلاجات. ماشي اختي دكتوره بتحلف انها بتشتغل على تعمل عمليات ولاده على اضواء الموبايلات. ماشي الموضوع اتراكتيف قوي، يعني لا الموضوع كتير. انا يمكن لغايه دلوقتي ما فيش خسائر ضخمه ممكن تتخيلها في اجهزه، الحمد لله الله اكبر عليا. انت بس على عارف مستوى عام حضرتك بمناسبة الدكتورة اللي عملت عملية ولادة بأضواء الموبايلات، انا امبارح كنت المفروض ان انا هعمل انترفيو في عيادة بيطرية، تمام؟ النور قطع علي على الطبيبة وهي يعني في كان في حالة تقريبا قطة عاملة عملية ولا حاجة كده هوت، والنور قطع وكانت عاملة عملية وكانت بتغير لها وبتديها غرزة وحاجات كده هوت على نور الموبايلات دي، انا شفتها بعيني يعني. لا لا عند أميمة أنا ممكن أديلك رقم تليفونها وأكلمها وتعمل معاها مداخلة. المشكلة فيها في حاجة، أميمة بتشتغل في دار إسماعيل. دار إسماعيل هي مستشفى الولادة الوحيدة تقريبا المجانية في اسكندرية دلوقتي، لأن الصب مش شغالة كويس. تمام؟ ساعات بيبقى عندك أكتر من حالة شغالة وأكتر من غرفة عمليات، وهي عليها تشرف على الكل، وكله شغال في الضلمة، كله شغال على ضوء الموبايلات. ماشي الموضوع صعب، مش موضوع سهل، صعب جدا. عندك اكثر من حاله في اكثر من مكان في نفس المستشفى، مش حاله فرديه. يعني هو تفتكر ان حاله بقى اكثر من حصل كده بالصدفه يعني ولدنا ليه؟ لا لا لا، الموضوع معقد اكثر من كده، الموضوع معقد اكثر من كده بكثير. انك تبقى عندك كذا حاله بتولد وفي نفس الوقت الكهرباء بتقطع الكل، وانت مطلوب منك ما تقدرش تقف، ما تقدرش تستنى، ما تقدرش تعمل حاجه منك. ماشي وهي بتشرف على الدكاتره اللي شغالين حواليها. شغلانه مأساه، يعني مأساه بمعنى كلمه مأساه، بمعنى كلمه مأساه. ما فيش ما تتوصفش بسهوله بالكلمات يا فنان. العمليه صعبه قوي، ان المستشفى حتى المستشفيات ام المستشفيات مش عارفين تستثنيها من قطع الكهرباء. ده ايه البؤس ده؟ ايه القرف ده؟ مستشفيات، انت عارف مستشفى دار اسماعيل، انت راجل اسكندراني وعارف المستشفى دي مش مستشفى هامشيه. يعني الناس اللي في اسكندريه، غرب اسكندريه كلها والناس العلبه كلهم بيقولوا له هناك مش عارفه هناك. فمش قادر، ازاي انت مش قادر تستشفي مستشفى ولاده من قطع الكهرباء؟ ازاي؟ بأمرت ايه؟ يعني لا الموضوع ده ازاي؟ خد بال حضرتك ان ده التصريحات اللي طالعه ان جميع المستشفيات او بمعنى اصح جميع المواطنين اللي ساكنين جنب مستشفيات، تمام، بيتمتعوا بان الكهرباء ما بتتقطعش عندهم لان المستشفى ما بيتقطعش عنها كهرباء، فكون ان مستشفى زي دي بيتقطع عنها كهرباء فدي في حد ذاتها كارثة كبيرة. تحب تسجل مع ماما؟ لا ما انت حضرتك صادق لا طبعا، ما يعني لا فاهم. طبعا لا، لا انت انا بتصدق التصريحات بتاعتنا؟ لا انت بتصدق التصريحات ان السيد قال لهم انهم يقطعوا علينا كمان؟ انت بتصدق يعني التلميع والورنيش وبتاع ده؟ الورنيش دلوقتي مفتخر قوي، ده ايام حسني مبارك كان الورنيش عبيط. يعني دلوقتي الورنيش بقى زباله، يعني بقى زباله فاجر جدا. يعني انت بتصدق؟ انت بتشوف، ليس من راى كمان سمع يا فندم. انت اكيد بتشوف بنفسك، اكيد انت بتشوف بنفسك. يعني مش ممكن انك تروح جهه حكوميه، تروح بنك يا راجل، بنك
كله شغال بكمبيوترايز، تبقى الكمبيوتر عطلان. طبعا والبنك كمان حلاوته انه معمول ايه، اصلا تامين البنك بيقتضي ان تكونش فيه منافذ ولا شبابيك مفتوحه ولا حاجه من دي. هو بيشتغل بالتكييف، فلا في ام تكييف ولا في كمبيوترات بتشتغل في البنك وتتلطع انت والناس. في ايه؟ في مصانع وقفت، في مصانع بتقف، مصانع كتير. انا عندي الحاله دي في الشغل، المصانع بتقف، الكهرباء وقفت، يعني هنعمل ايه؟ لا طبعا، لا طبعا، في حاجه تهريج ازاي؟ ايه التطور اللي حصل في 24 ساعه و48 ساعه اللي فاتت في الكهرباء؟ ليه؟ عشان الرئيس جابهم وشدهم وقال لهم كلام ما يحبوش يسمعوه او دبخ لهم شويه. يا جماعه طب ما اذا المرحله كان ممكن، كان في حاجه في ايديكم. لما يوصل وزير الكهرباء بجرأة ووقاحة يقول لك بعد 4 سنين بقى مش هتبقى الكهرباء. نعم يا اخويا، نعم يا حبيبي، المؤسسة الكهرباء اللي انتوا قاعدين بتهببوا ايه كلكم من زمان؟ وانت عالم الكهرباء، خدت فلوسكم اللي عند الحكومة والقطاع العام لما جايين تدفعوا علينا احنا سعر الكهرباء؟ انتوا دفعوا سعر الكهرباء علينا، حلو قوي، على مدة 5 سنين قررتوه. نفس البرنامج ده عمله نظيف قبل كده، حرفيا نفس البرنامج ده عمله نظيف ورفع سعر الكهرباء لمده 5 سنين، خدوا قرار ب5 سنين كل سنه في شهر 12 او 11 كان بيزيد الكهرباء، اكيد انت تعرف الكلام ده. طبعا طبعا، كان ده كمان كان، ومع ذلك دي ده قانون، ده قانون كان مناقشوه في مجلس الشعب وهو أيوة. مستمر لمده 5 سنين متتاليه، يعني احنا لسه لحد النهارده ما وصلناش ل5 سنين بتاعت القانون ده. وهو لم يمنع قطع الكهرباء، ولم تستفد من الاستفاده من رفع الاسعار في بناء محطات جديده، ولم يحل المشكله. باختصار يا عزيزي، رفع سعر الكهرباء مش هو الحل. ومع ذلك رفع، انت في حاجات لما بترفع سعرها بتقلل استهلاكها، ماشي، حاجات اللي هي الطلب عليها مرن، يعني حضرتك ممكن تسيبها ما تستخدمهاش خالص، تقلل استخدامك منها، بس ده اكيد مش من ضمنها الكهرباء. اوكي، نيجي الناحيه الثانيه، انت ما زلتوا لغايه النهارده بتدوا شركات الاسمنت الكهرباء ب 32 قرش و6 مليم، وما زادتش في الفتره الاخيره، واستهلاك شركه اسمنت واحده حوالي 200 مليون كيلو واط، يعني قد نص مدينه. لغايه النهارده التضارب في سعر الكهرباء شديد، وعدم حل المشكله من جذورها منيل. احنا لغايه النهارده انا كنت كان في 6 7 مليار مستحقات لوزاره الكهرباء عند الشركه، عند شركات القطاع العام والحكومه. والبترول عايز من شركات الكهرباء، من شركات توليد الكهرباء مش عارف كام مليار. هو ما فيش وزراء بيقعدوا مع بعض ويعملوا مخاطر ويخلصوا الدنيا. في مداخله قبل كده كنت قلت لي ان في شركه تقريبا شركه كيما متعاقده ب 47 مليم لكيلو وات. ما هو ضمن عدم الرغبه بحل الجمهور بشكل جذري، ان احنا نلاقي على سبيل المثال شركه الكهرباء اللي بتورد لشركه كيما ثمنها 47 مليم على الفواتير، بس شركه كيما ما بتدفعش 47 مليم، بتدفع 27 مليم فقط. والناس طبعا بتقول ان دي شركه قطاع عام ويجب ان احنا نقف معاها وما نوقعهاش لصالح المحتكرين اللي من القطاع الخاص في مجال الاسمنت، ده طبعا حقيقي. طب تعالى الناحيه الثانيه نبص بقى، هل هو ده الاسلوب الصح؟ كمان شركه كيما بتدفع 27 مليم، مش 47 مليم، 27 مليم هو فقط. ومن امتى؟ من سنه 92 هكذا تكون ميزانيات الشركه المنشوره على النت ومنشوره على موقع البورصه المصريه. طيب الحل، الحل زي ما عملوا حاجه في موضوع الخبز، خلي شركات القطاع، على فكره اللي بيحصل من شركات القطاع العام دي رغم انها ما بتعملش كده، هي عندها عذر مهم جدا، ان شركه كيما مرغمه انها تبيع الاسمده بسعر محدد. اوكي، لما بترفع عليها سعر الكهرباء ما تطلعش سعر البيع بتعمل لها مشكله هتخسرها، وانت نفسك هتيجي بعد فتره بسيطه تقول بصوا شركات القطاع العام بتخسر، هي كيما خسرت يلا نبيعها عشان نتخلص من الخسائر. بينما الوضع الطبيعي انك تقول والله ميزانيه الدوله هي اللي هتتحمل الدعم ده في انتاج شركه كيما مثلا، وشركه بغير عندها نفس المشكله بس بالغاز الطبيعي، بتقول انا هدي لهم الطاقه بسعر العادي واسيبهم يحددوا سعر البيع عادي زي شركات القطاع الخاص، ولما الدوله تحتاج تشتري منهم اسمده عشان تديها للفلاح بسعر مدعم، الدوله هتشتريها بالسعر الطبيعي للسوق، وبعدين هتعيد بيعها للفلاح عن طريق بنك الائتمان والتنميه الزراعيه بالسعر المدعم، والفرق تتحمله ميزانيه الدوله علنا برقم محدد. انما اسيب الشركه تشتغل بوضع طبيعي مش هفطسها. النهارده انت عندك شركه قيمه عليها 530 مليون جنيه فروق اسعار كهرباء،
وصلت القضيه المحاكم المدنيه، يعني احفادي واحفادك ان شاء الله مش هيشوفوا الحكم لما يطلع. كمان شركه مدير الاسمده عندها حوالي 480 مليون جنيه فروق اسعار غاز طبيعي، شركه دلتا سمات طلخه عليها حوالي 370 جنيه فروق اسعار غاز طبيعي لصناعه الاسمده، وكل ده جاي في حته ايه، ان الدوله لازم تلزم هذه الشركات العامه المملوكه للشعب بسعر بيع، بينما الشركات الخاصه الاستثماريه اللي مقامه في مناطق حره بتاخد الاسمده الطاقه سواء كهرباء او غاز بنفس الاسعار، ولكنها ليست ملتزمه بسعر بيع محدد، تبيع زي ما هي عايزه بس تصدر لخارج مصر. طب انتوا كده يا دوله، انتوا بتضطهدوا الشركات المملوكه للمال للشعب، وانتوا بتعملوا الطريقه دي كلها عشان في الاخر تقولوا الشركات دي بتخسر ولا مبيعها، وده دي مؤامره مستمره على القطاع العام من زمان قوي قوي قوي، وحان الوقت انها تتوقف. ما ينفعش، لازم تقف. طيب يعني النهارده عايز تدعم ميزانيه الدوله تتعمل رقم محدد وتسيب الشركات تشتغل بوضوح، مش تسيب القطاع الخاص يحدد سعر بيعه، فيها قطاع عام تحدد له سعر بيع اجباري لا يتناسب معاه، ما ينفعش. طيب حضرتك شايف خروج الازمه اللي احنا فيها دي، او عايزين نخرج من الازمه دي، نخرج منها ازاي؟ اولا هو دي نقطه مهمه يا فنان، هو تطور استهلاك الكهرباء خلال السنين اللي فاتت مش ازاي؟ يعني ايه اللي خلى الازمه حصلت؟ طبعا عندنا ازمه في ان احنا ما بنبنيش محطات جديده، ما بنطورش او ما بنعملش صيانه حتى للمحطات القائمه، ما نعملش ما يجب ان احنا نعمله من تنميه طبيعيه، الناس حتى يعني السكان بيزيدوا بنسبه معينه، طيب هل احنا بنزود معاهم المرافق العامه الطبيعيه بنسبه نمو تتناسب مع زياده السكان ولا لا؟ احنا ما بنعملش الكلام ده، ولكن خلينا نبص لحاجه مثل الكهرباء. الكهرباء على سبيل المثال انا قدامي رسم بياني دلوقتي هظبطه وابعته لك، بيقول ايه؟ ان في طفره حصلت في استخدام الكهرباء خلال السنين القليله الماضيه، وتحديدا في قطاع الصناعه. القطاع المنزلي لم يحدث فيه طفرات كبيره في موضوع في استهلاك الكهرباء، ولكن في الصناعه القطاع زادت بشكل طفره رهيبه جدا، وبالتحديد ما بين عام 2005 و2006، وهي الفتره يا استاذ اسلام اللي انت عرفت انما فيها او ظهر فيها حكومات رجال اعمال. الفتره دي اللي ابتدى فيها احمد نظيف ويوسف بطرس غالي وجمال مبارك يطبقوا السياسه اللي ربنا يسامحهم فيها، يعني اللي خلونا نشتغل كلنا من اجل خدمه الاقتصاد الوطني كله، يوجه من اجل خدمه قطاع رجال الاعمال والقطاع الخاص تحديدا. لو كان عملوا كده مع القطاع العام نفسه ما كانتش الدنيا تبقى بنفس السوق، انما ببساطه في سنه 2005 2006 الدنيا اتغيرت بشكل غير عادي غير عادي. يعني على سبيل التحديد وبالارقام، الكهرباء كانت في سنة الصناعة معايا يا فنان؟ ايوه معاك طبعا. في سنة 2005 2006 كانت الصناعة بتستهلك 20% فقط من اجمالي الكهرباء المستهلكة في مصر. ماشي؟ وكان القطاع المنازل والمنشآت التجارية مع بعض بيستهلكوا 48%. اوكي؟ السنة اللي بعديها مباشرة الصناعة استهلكت 35%، 35% من 20% من حجم من اجمالي قيمه استخدام الكهرباء قفز في سنه واحده الى 35%، يعني استهلاك الصناعه في هذه السنه من الكهرباء زاد الوزن النسبي بتاعه زاد بنسبه 75%. اوكي؟ ايه اللي حصل في السنه اللي بعديها؟ كان ما زال 35%، نزل بعد كده الى 32% في سنه 2008 2009. ماشي؟ نزل الى 32% في المقابل القطاع المنزلي بعد ما كان 48% نزل الى 46%. يعني الطفره الرهيبه
اللي حصل في استهلاك الصناعه هي السبب، والكلام اللي قيل مؤخرا عن ان السبب ازمه الطاقه، وده كلام جاء في تقرير رسمي عملته وزاره البيئه ايام الدكتوره ليلى اسكندر، ان السياسه الخاطئه في مصر بتقديم او السماح بصناعات او تراخيص صناعه غير محسوبه من حيث الطاقه اللازمه ليها هي اللي ادت لازمه الطاقه بصفه عامه في مصر ومنها الكهرباء. ده صحيح. النهارده زي ما بقول لك سنه، لو تاخد ارقام كده عندك حتى لو بتكتب، سنه 2002 2003 كانت الصناعه بتاخد 22.5% من اجمالي طاقه الكهرباء في مصر. سنه 2008 2009 يعني خلال 6 سنين فقط بقت بتشارك 32%. يعني كده معنى كده ان الاستهلاك، زياده الاستهلاك مش زياده استهلاك منازل زي ما هم بيقولوا لنا، يعني كده زياده الاستهلاك زياده الصناعه، والصناعه اللي هي بتاخد الطاقه المدعومه وبتبيعها لنا بالسعر العالمي. بالظبط زي ما قلت لك على شركه الاسمنت اللي بتاخد 32 قرش 6 مليم وتبيع لنا الاسمنت بالسعر العالمي. في نفس السنة في سنة 2002 2003 يا أستاذ إسلام كانت المنشآت التجارية والمنازل مع بعض بياخدوا 49% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر. سنة 2008 2009 انخفض إلى 46%. شايف الاتجاه العكسي؟ المصيبة رايحة فين؟ المصيبة رايحة في الناحية الثانية. وطبعا الربط الكهربائي مع دول ثانية اللي ابتدى من سنة 2006 نسبته قليلة 4.10% 6.10% 8.10% ده اللي احنا بنطلعه بره، من دول الربط غزة وغيره، ولا ما اعرفش في الأردن إذا كانوا بيصدروا لك الأردن نسبة مش هنتكلم عليها، ولكن النسبة الطفرة الكبيرة اللي حصلت هي الصناعة بعد ما تستهلك 22% أصبحت في 6 سنين تستهلك 32%. حاسبوهم انتوا فالحين تزودوا علينا الكهرباء، يعني لغايه النهارده التفعيله الجديده، واعتقد ان حضرتك ادرى مني باسعار بيع الكهرباء لاستثمارات كثيفه الاستخدام اللي طلعها الاستاذ الدكتور محلب ولا المهندس محلب، لذلك لغايه النهارده استثمارات كثيفه استخدام الطاقه لا تصل الى 47 قرش ونص اللي هو اخر سعر قاله وزير الكهرباء لتكلفه انتاج الكهرباء. هو كيلو وات حسب اخر تصريح انا قريته لوزير الكهرباء 47 قرش وكسور. لغايه النهارده شركات الاسمنت بيقول لك هي 27 قرش ولا 30 قرش وتزيد مش عارف ساعات الذره بالكلام، انما التوتال بتاعها وصل بالفعل بعد كل الحسابات دي تكلفه الاجماليه 32 قرش. في شركات ثانيه في السيراميك في البتروكيميكالز في غيره في الحديد، حد قال لنا شركه عز الحديد في مصنع الحديد المسطح بتستهلك الكهرباء قد ايه؟ كل دول هم سبب القصر. مش سبب القصه ابدا بالمره. تمام سعاده الباشا استاذ رضا عيسى الخبير الاقتصادي، شكرا ليك، شكرا جزيلا. اشكرك يا استاذ.